السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. البداية ستكون مع الجريمة التي هزت العراق بمحافظة صلاح الدين، خصوصا بعد أن أقدمت ميليشيا الحشد المتمثلة باللواء 42 التابع لميليشيا العصائب من خطف 12 شخصا من أهالي منطقة رفيعات في الفرحاتية التابعة لقضاء بلد جنوبي المحافظة، وقتلت عددا كبيرا منهم بعد إعدامهم ميدانيا. أهالي الضحايا وشهود العيان أكدوا أن الفاعل هم ميليشيا العصائب، لكن لم تتخذ الحكومة أي إجراء. والغريب أن رئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي دعا إلى التريث قبل إلصاق التهم بأحد. نتابع. من هم هم؟ لواء 42 ووقفونا مسنا صفونا كلها. زين هذول الجو اليوم نفسهم الجو ذاك اليوم؟ والله الله تعالى. وحتى خذونا الصور بالموبايلات. ليش لهم يا اخي؟ هذول احنا اخوكم وهذا اللي البيوت مفتوحه. شئت تقول احنا حالنا. ورا تقريبا للعنا سنتين الا 10 قال لي يلا روحوا على بيوتكم اريدوا ناره منكم وشدوا لي ناره. هذا قبل؟ اي قبل اربع ايام. وجونا الاربع ايام البارحه جونا بس سنتين ونص. خذوا الولد كلهم المتصل. وانت قوم صلخوك الله وخلوه تدعبل على وجهك. ها يا اخوي قاعد يمثلوننا شلون جضعوهم. واحد من عندنا التفت مثل هاي السياره ولن مزره مسوينا ناس راكبه ناس كلهم اعدام بالقصه. فاخذتهم قالوا تحقيق. التحقيق صبحة الشمس ماكو. اليوم ما واحد يبغى اخذ كلام من عندي. ما واحد يبغى بالمنطقه. كلنا نازحين هسه. بس ادفن اعلن الكل نزوح وانا مسؤول عن كلام. بس ما حد يواطي. حجي الجهه اللي يعني وراء هذا الحادث ما عندك حمايه؟ ما عندي حمايه. عندي الله. عندي الله. عندي الله. والله الزم الله يا اخي. والله لو ينجمع الانس والجن عليك. اذا مو بامر الله ما يصير. بس اريد اعرف الجهه. اخوي الجهه 42 جماعه العصائب. طبعا مشاهدينا الكرام، ناشطون واعلاميون اطلقوا هاشتاج مجزره صلاح الدين التي تصدرت الترند العراقي تعبيرا عن استنكارهم للجريمه ودعوات لسحب سلاح الميليشيات. نقرا عليكم ابرز التغريدات التي ذيلت بهذا الهاشتاج. البدايه مع ياسر الزعتر الذي كتب: سيظل العراق مرشحا للمزيد من الجرائم والمجازر على شاكله مجزره صلاح الدين ما دامت الدوله مختطفه من قبل ميليشيات تتبع دوله اخرى، يقصد إيران ووضعها بين قوسين. قتل للبشر بلا رادع ونهب للمال العام والجنة تحميهم إيران. لا أمن ولا استقرار قبل تحرير الدولة من الأمريكان ومن إيران ومن النهج الطائفي برمته. إلى نظير الكندوري الذي كتب على ذات الهاشتاج مجزرة صلاح الدين يقول: كما رفع ثوار تشرين الشعارات الوطنية المطالبة بحقوق الشعب العراقي وإنزال القصاص بحق قتلة المتظاهرين، عليهم اليوم الوقوف بموقف وطني عراقي خالص بإدانة جريمة قرية الفرحتية والمطالبة بالقصاص من ميليشيات العصائب. وكلنا معكم. الآن لحسين السبعاوي الذي كتب: هذه المجزرة هي جريمة إرهابية وهي جريمة منظمة وجريمة ضد الإنسانية كما أنها جريمة إبادة جماعية. على هاشتاج مجزرة صلاح الدين غرد كذلك شاه القرداغي يقول: تم خطفهم وتصويرهم ثم جاء الأمر بإعدامهم من قبل ميليشيات عصائب أهل الحق بين قوسين اللواء 42. هذه بركات فصائل المقاومة في العراق، قتل وخطف وإجرام. الآن أنتقل إلى موضوع آخر. في الوقت الذي ضجت مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية بفيديوهات حرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني ببغداد، وكيف ظهرت القوات الحكومية خانعة ومتسولة ووقفت دون أن تصد الموالين لميليشيا الحشد وتمنعهم من الحرق، أقدمت القوات الحكومية على الاعتداء على المهندسين المعتصمين أمام بوابة المنطقة الخضراء وانهالت عليهم بالضرب ما أدى إلى سقوط العديد من الجرحى بين المعتصمين. ضربة 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 ضربة، لا تضرب لا تضرب.
لا تضرب لا تضرب وقعت 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 ضربها 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 يغلط كانت كسر حسين كسر ضربها تفلش اكو ناس ساتر شباب ساتر فلش على فلش 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 والله ما فلش 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 جماعه ما ياخذون سجن ما ياخذون سجن ما عنده غيره والله سجن في المقطع الثاني يظهر اعتقال القوات الحكومية لعشرات المهندسين المعتصمين أمام شركة النفط في ميسان والذين يطالبون بالتعيين وتوفير فرص عمل لهم نتابع تم اعتقال المهندسين محافظة ميسان من قبل الشغب هيشوفون الحكومة هيك يعاملون هيك يعاملون ثاني شهادة ثاني أكبر شهادة هيك يعاملون هي خلي يسمعون خلي يشوفون الحكومة ثاني أحسن شهادة بالعالم يتعاملون هيك يتعاملون هيك عيب وغرد ناشطون تحت وسم الكاظمي يقمع المهندسين للتعبير عن تنديدهم بهذا العمل والاعتداء على هذه الشريحة من أبناء المجتمع العراقي نقرأ عليكم هذه التغريدات والبداية مع سجاد الذي كتب أصحاب الشهادات من المهندسين وغيرهم هم ثورة العراق الحقيقية على الحكومة التعامل معهم باحترام والسعي إلى تحقيق مطالبهم بدل قمعهم وإهانتهم الكاظمي يقمع المهندسين وكتبت مديحة تقول لماذا يقمع الكاظمي أصحاب الشهادات المعتصمين سلمياً أين وعوده بتحقيق المطالب وحماية المتظاهرين؟ هل هو أصلاً أحد قتلة المتظاهرين والمسؤولين عن قمعهم من البداية؟ وعلامات استفهام الآن إلى التغريدة الثالثة وهي لفهد الذي كتب ردوك عون طلعت فرعون يا الكاظمي لماذا تقمع المتظاهرين؟ لماذا تقمع أبناء بلدك وهم لهم حق عليك؟ أليس أنت عراقي وهم عراقيين وتعيشون بالعراق؟ كفى ظلم كفى قمع كفى تخافون؟ الآن إلى التغريدة الأخيرة وكتبها أو كتبتها سرى حسين تقول فيها يعني أنا شكتب هسا عن قذارة الأم رمت أولادها بالنهر لو عن مجزرة صلاح الدين لو عن قمع زملاء المهندسين بالاعتصام الوضع صار لا يحتمل الآن إلى مناشدة والدة طبعا بعد مناشدة والدة الناشط المختطف علي جاسم لثوار تشرين أن يرفع صور ابنها أو يرفع صور ابنه والمطالبة بكشف مصير ابنه ثوار البصرة في المقابل استجابوا لندائه وقاموا بطبع عشرات الصور من أجل رفعها في تظاهرات يوم 25 من تشرين نتابع أبو علي جاسم طبعا قبل فترة نزل مقطع أبو علي جاسم يناشد المتظاهرين اليوم مناشدتك للمتظاهرين عمي وصلت واليوم ثوار البصرة وإحنا هسه الآن بخيمة ثوار البصرة بخيمة شهداء البصرة إحنا سوينا صور لعلي جاسم وإن شاء الله راح نوزعهن بيوم 25 ونريد نسأل إن كل الحكومة يا حكومة علي جاسم وين؟ علي جاسم وين؟ الآن نأخذكم إلى قراءة فيما كتبه النشطاء العراقيون في مختلف منصات التواصل الاجتماعي تعقيبا على هذا الفيديو والبداية ستكون مع هذا التعليق لصفاء ويقول فيه والله كفو منكم يا شرفاء الله يحفظكم يا أحرار الآن إلى إيفانا التي كتبت أطلقوا سراح علي جاسب وجميع المعتقلين الآن إلى عبد الحسين الذي كتب آلاف مثل علي جاسب راحت الله يرحم جميع الأموات إلى التعليق الأخير وهو من نصيب علي ويقول فيها أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج على ابنك الآن نذهب إلى الموضوع الأخير معنا في فقرة المقاطع المتداولة وهو عن صورة من صور الفساد أو كارثة إن صح التعبير بعد أن وثق مواطن من البصرة مئات الأطنان من علب السمن
التي كان يجب أن توزع على المواطنين، وبالوقت الذي يعاني فيه العراقيون من غياب مفردات البطاقة التموينية يكتشف أن هناك مئات الأطنان منها مكدسة في المخازن ومنتهية الصلاحية. فلماذا كانت مخزنة؟ لماذا لم توزع؟ لماذا هي إلى الآن مخزنة ومرت 9 سنوات على انتهاء صلاحيتها؟ نتابع. السلام عليكم، قواكم الله يا شعب يا حكومة. من اليوم مخازن البصرة، مخزن الدهن، شوفوا الدهن موجود في المخازن، باعوا الزيت، وين كان هذا؟ وشوف الشعب لا دهن لا زيت ولا لا مال عن نهاية، مخزن ما شاء الله ما اشتغلوا شعرضة متروس. بس انتبهوا لي، شوفوا صلاحية الدهن، مش وقت انتاج وش وقت تاريخ انتهاء مالته. شوفوا ايش صار له بالمخازن. هسه ان شاء الله تبع تاريخ الانتاج 2009، انتهاء مالته انتهاء صلاحيته 2011. وين كان هذا؟ وليش هسه احنا ب 2020 وهذا انتهاء 2011؟ يعني انت بتهم الحكومه، البرلمان اللي كان، دول الساقطين الخياس اللي كلوا الحكم وموتوا الشعب جوع، وهاي المخازن متروسه غذائيه ومتروسه زيت. ليش؟ شنو يا خلاص؟ هاي مليارات مو ملايين. والشعب حسره عليه بطل الزيت. بطل الزيت ب 2000 دينار. زين، وهذا الدهن ما شاء الله المخزن ما طلع طوله 500 متر مزيد عرض 200 متر ما اعرف متروس وما ظلم. شوفوا الترف الموجود بيه عينكم ما تشوف. ليش؟ شنو ذنب هالعالم هاي؟ شنو هالفلوس اللي راحت على اليمين عليها اساس؟ ادفتهم هالفساد الموجود. يلا هالفساد دهن مخزون من 2009 لا وزعوا بحصة، لا طول الفقرة، لا طول الرعاية، لا طول اي شيء، واحنا ب 2020 دهن الحمد لله الفلوس راحت، فلوس كشمار التلف هذا كله راح الحمد لله والشكر. ايش قبضنا؟ لك الله يا الفقير، والله لكم بالمرصاد يا حكومة يا اسخط خلق الله. يلا واحد شيخ شو يقول بعد من هالفساد وقيس؟ لك الله يا عراق من هالناس هاي. الحمد لله ماشي عليك الحال، الله كريم، في امان الله. لك الله يا عراق. قراءة في التعليقات، نذهب الى التعليقات، والبداية مع حازم الذي كتب: الله يلعن كل من ساهم وشارك في تدمير العراق وشابه، حسبنا الله ونعم الوكيل. بعد حازم محمد يكتب: أفسد حكومة شهدها تاريخ العراق الحديث والقديم، بل أفسد حكومة شهدتها البشرية. الله أكبر من الظالمين والفاسدين والخونة وكل من يروج لهم ويبرر أعمالهم. إلى التعليق الثالث ومن نصيب هيثم، ويقول: في حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم ظلم حق العراقيين والعراق، أو العراق والعراقيين. الآن إلى المنشور الأخير وهو من نصيب ماهي، وتقول فيه: هؤلاء عملاء أتوا لقتل الشعب، إهمال تفشى، وباء وأمراض، فقر، لعنة الله عليكم. موجهة كلامها لكل المسؤولين عن مثل هذه الكارثة. مشاهدينا، فقراتنا متواصلة، ولكن بعد فاصل قصير نعود، ابقوا معنا.
في فقرة الأخبار المزيفة، انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو وصور بعنوان العثور على جثتي الطفلين اللذين ألقت بهما أمهما في نهر دجلة في بغداد. والحقيقة أن الفيديو الذي يعرض لكم بعد قليل يعود لقبل 4 سنوات في الناصرية، وأيضا الحادثة لغرق طفلين. والصورة التي انتشرت مع الفيديو على حسابات قنوات هي تعود لطفلين من أذربيجان، وليس كما ذكر أنها للطفلين الغريقين. نتابع. كان هذا الفيديو كما أخبرناكم من الناصرية قبل 4 سنوات، أما الصورة فهي لطفلين من أذربيجان وليست للطفلين العراقيين أو العراقيين. الآن إلى صندوق الوارد ونقرأ عليكم الرسالة تماما كما وصلت إلينا. نتابع الآن هذه الرسالة، يقول كاتبها: السلام عليكم، وناشد إلى قناة الرافدين المحترمة التي يتابعها الملايين من العراقيين، أرجو البحث في موضوع عقارات وأملاك المسيحيين الذين غادروا العراق منذ سنوات طويلة، وحتى دور العبادة التوراة وقيام بعض الأشخاص المتنفذين باستغلالها والسيطرة عليها وجعل دور العبادة مكبا للنفايات، مع جزيل الشكر والتقدير. كانت هذه الرسالة التي وصلتنا عبر صندوق الوارد، ومن هنا نطالبكم وندعوكم إلى إرسال كل المقاطع التي تصورونها من خلال خدمة أنت ترى حتى نبثها في مثل هذه الحلقات، وكذلك أرسلوا إلينا مناشداتكم وكامل الأخبار التي تريدون أن تصل إلى أكبر قدر ممكن من الناس، ونحن بدورنا سنعمل على إيصالها إلى من ينبغي أن تصل إليهم. الآن ننتقل وإياكم إلى فقرة تويتر. يأس العراقيون من كل تبعات العملية السياسية التي جاء بها الاحتلال الأمريكي للعراق، حيث لم تنفع لا انتخابات ولا تغيير وجوه ولا إصلاحات. لذلك أطلق ناشطون هاشتاج تصفير العملية السياسية للمطالبة بطرد كل وجوه العملية السياسية التي أدت إلى هذا الوضع المتردي في البلد. نقرأ عليكم أبرز التغريدات التي ذيلت بهذا الوسم الإلكتروني. تصفير العملية السياسية، يقول أنس: لا حاجة لنا بكم، ارجعوا من حيث أتيتم، ارجعوا إلى القذارة التي خرجتم منها، فإنكم لصوص وسراق ولا تفقهون بالسياسة شيئا. يجب تصفير العملية السياسية قبل أن يصبح العراق صفرا. الآن إلى التغريدة الثانية، وهي من نصيب هاشم، يقول فيها: عملية سياسية أنتجها برايمر ولدى طبقة سياسية مكونة من لصوص ومرتزقة يمتهنون السرقة والقتل الممنهج بحق الشعب، لا خير يرتجى منها، الحل بحلها، مطلبنا القادم تصفير العملية السياسية. إلى التغريدة الثالثة، هي من نصيب لارا، تقول فيها: فسادكم يقتلنا كل يوم، فسادكم يقتل أحلامنا ومستقبلنا، فسادكم يتم الأطفال، فسادكم جعل أمهاتنا ثكالى، فسادكم إن لم يقتلنا مباشرة فهو يقتلنا كل يوم بأبشع الأشكال، لا كلام بعد اليوم. إلى علي الذي كتب في تغريدته: كنا ندعوكم لقانون انتخابات تخرجون منا بكرامتكم، لكن تعويدكم على مصادرة كلمة العراقيين لا نهاية له، لا حاجة لنا بكم، ارجعوا من حيث أتيتم. تصفير العملية السياسية على ما يبدو فإنه مطلب شعبي اندرج تحت الوسم الإلكتروني تصفير العملية السياسية، وغرد من خلاله العديد من النشطاء العراقيين. بعد قليل ننتقل وإياكم إلى فقرة المقاطع المتنوعة. في مدينة كسلة في السودان احتجاجات وعصيان مدني، نتابع.
هل سمعتم عن قصر الكثيري أو سيئون؟ عموماً هو أحد أكبر القصور الطينية التي تواجه خطر الاندثار في اليمن. مع ضخامة هذا المبنى وقدمه تعرض للكثير من الأضرار. أسباب هذه الأضرار بشكل أساسي هي الأمطار. من المعروف أن المباني الطينية تتشرب المياه الساقطة عليها. بسبب الصراع الحالي في البلد اتخذت إدارة المتحف إجراءات وقامت بإخفاء العديد من القطع الأثرية الهامة وذلك لتأمين المتحف من أي عملية سطو أو سلب. ناشدنا المنظمة اليونسكو والمنظمة السويسرية للتدخل لهذا المبنى ولا حد الآن لم تحدث أي استجابة من قبلهم. مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامجكم تواصل.com. ظلوا بخير في رعاية الله.